استضافت قاعة ويستمنستر في البرلمان البريطاني جلسة نقاشية حول حقوق الإنسان والمساعدة الفنية البريطانية لمملكة البحرين بمشاركة عدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني بحضور سعادة السيد أليستير بيرت وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية. قد أشاد عدد من أعضاء مجلس العموم بما تشهده البحرين من تطور مستمر في مجال حقوق الإنسان ودعم الحريات. إشادات كبيرة بالسجل المشرف لمملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان هو ملخص الجلسة النقاشية التي استضافتها قاعة ويستمنستر في مقر البرلمان البريطاني بالعاصمة لندن. فيما يتعلق بحقوق الإنسان، لابد لنا أن نذكر أن المرأة في البحرين تتمتع بحق المشاركة السياسية والحرية الشخصية وحرية العبادة وغيرها من الحقوق والحريات. لقد التقيت بجملة من أعضاء البرلمان من النساء، وهن يمثلن مختلف الطوائف والأديان والأعراق في البحرين. قامت البحرين بتنفيذ الكثير من خطوات الإصلاح، أذكر منها وحدة التحقيقات الخاصة والأمانة العامة للتظلمات، وهذا أمر جدير بالاهتمام والإعجاب. ما حققته مملكة البحرين من قفزات مميزة في مجال حقوق الإنسان والحريات كان محط إعجاب الحاضرين من أعضاء مجلس العموم البريطاني. ما تراه في البحرين عندما تزورها هو بلد صغير في المساحة، لكنه تمكن من تحقيق تطور استثنائي في فترة زمنية وجيزة. الخطوات الواثقة تجاه الديمقراطية والحرية في التعبير وممارسة الشعائر الدينية والإنجازات المتعلقة بتمكين المرأة، هذه الخطوات استثنائية يجب أن تلقى الدعم والتأييد. كما تطرق أعضاء مجلس العموم إلى المكانة الرفيعة التي تحتلها البحرين في هذا المجال. In 2014, the Ministry of Interior's Ombudsman Service won the EU's European Union's. في عام 2014، الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية البحرينية فازت بجائزة شايو التابعة للاتحاد الأوروبي لتعزيز حقوق الإنسان. هذا يدل على وجود إصلاحات كبيرة حصلت عليها البحرين مؤخرا على الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بتصنيف الدول في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص. بهذا التصنيف تكون البحرين في خانة واحدة مع ألمانيا والمملكة المتحدة والدول المتقدمة في هذا المجال. الإصلاحات موجودة وهو ما يجب التركيز عليه وإعطاء البحرين الدعم والإشادة التي تستحقها. كما وسلط أعضاء مجلس العموم البريطاني الضوء على التحديات الإقليمية التي تواجهها البحرين، وأهمها التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية. قبل عامين قمت بزيارة إلى البحرين ورأيت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية التي تم ضبطها من قبل القوات الأمن البحرينية. مصدر تلك الأسلحة هو إيران. البحرين الآن تعد هدفا رئيسا بالنسبة لمحاولات الهيمنة الإيرانية. هذا التهديد مستمر وحقيقي، ويجب علينا ألا ننسى ذلك. السياق الإقليمي في الحديث عن مملكة البحرين يقودنا إلى الحديث عن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية البحرينية، وهي مأساة حقيقية. ومنذ عام 2011 على وجه الخصوص هناك من يطالب بالانخراط في العمل السياسي، وهو يتم تجنيده بشكل صريح من الحرس الثوري الإيراني، ويسعى لإذكاء الطائفية المدمرة في المجتمع واستغلالها لتنفيذ أجندات إيرانية صرفة. هذه مأساة حقيقية تعمل قيادة البحرين على تجاوزها بنجاح. التدخلات الإيرانية لم تبدأ عام 2011، بل منذ عام 1979 مع وصول نظام الولي الفقيه إلى السلطة. هذه الإشادة بسجل مملكة البحرين المشرف هو ما تستحقه البحرين، نظير جهودها الكبيرة لتعزيز حقوق الإنسان وما حققته من إنجازات في العهد الزاهر لسيدي جلالة الملك المفدى أيده الله.